مرايي وفي عالي مرايي كانت مرايي عم تخبى القمر ما دمعت بارودي يا أوسع هالدولة يا رب عين واحد اخترع ضيعة انه ما في ضيعة صار في ضيعة صار في قرية صار في مدينة اسمها بيت مسك. ما كنت بعرف انه رح اجي لاقي كل هذا الجو الجميل. شكرا لسارة ولكل الفريق اللي هو عم بيشتغل بهذا المهرجان. كنا مبسوطين كتير ويمكن الجمهور اكيد كان مبسوط اليوم ونتمنى انه نرجع نجي مرة تانية على مهرجان بيت مسك. شكرا لكم.